أنا انولدت من أب وأم ماتوا ماتوا، جتي عائلة تبنتني. هذا أول خطأ بحياتي صار إنه جتي هاي العائلة تبنتني. إيش قد عمرك من تبنوك؟ هستوي مولود. أوكي. هم ماتوا فعلًا لو ماتوا من حياتك تقصدين؟ ما أعرف. أوكي. لا تعليق على هذا السؤال. المهم بداية طفولتي اللي هي الإنسان ممكن يقوم شنو يشوف شنو يسوي. عمري 4 سنوات، تعرف شنو صار بيه؟ بدل ما يجيب لي عمي مصاصة، تعرف شنو جاب لي؟ اختصابني. اختصاب، مو اللي هو لا مجرد وإلى آخره، لا اختصابني عمي. يعني أنت كنت عايشة يا عمك؟ لا، كنا إحنا قاعدين ببيت، هم كانوا قاعدين ببيت عمك؟ بيت جدي. أوكي. عمي كان صغير، يعني بوقتها أتذكر هو كان بالمتوسطة أو ما أدري، بس ما كان بالجامعة. يا سنة؟ ما أتذكر، عمري 4 سنوات. بيا محافظة؟ لا تعليق، ما أريد أقول. بعدها إحنا تحولنا إلى بغداد. أوكي. العاصمة. طبعاً أنا والدتي من بغداد. عفواً أمي، ما أقدر أقول والدتي. وأبويا من ذيك المحافظة. استمرت الحياة كلش حلوة لغاية 7 سنوات. 7 سنوات. أعتقد أمك جابت لك كراسة حتى تقرأ بيها، مو؟ وجابت الغير واحد قلم وجابت له جنطة. أنا طوني فت خبر وكل جميل. تعرف إيش قالوا لي؟ أنت مو بتنا، إحنا ربيناك. سكتت، ما عمري 7 سنوات، ما أستوعب الفكرة، ما توصلني. عشت وياهم بقهر. كانت حياتي وياهم مصلحة من يوم اللي انولدت. أني مصلحة لغاية هالثانية. زين. شنو المصلحة اللي كانت؟ ناس ما يصير عندهم أطفال جابوني في سبيل إنه يربون هاي الأمومة اللي بداخلهم. زين. إجا عمري بالمتوسطة. درستي يعني؟ طبعاً. صارت بالمتوسطة المدير مالتي، ما أريد أقول اسمه، توت خلينا نخلي عليه، اختصابني. هاي كلها بشفه. الأحلى من هذا شنو؟ التعيارة. سامع التعيارة؟ إحنا جبناش نص كيلو لحم وإحنا ربيناش وإحنا كيت. التعيارة علي تقتل. عمري 14 أو 13 ونص هيك شيء، دخل شخص غريب للبيت، تهجم علي واختصابني وضربني، والضربة لحد هسه موجودة عندي أنا. فقط على 1001. اشترك الآن.